أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راح نكمل عرض لمشكلات متعلقة بالبحث الإجرائي، مشكلات واجهناها في البيئة الصفية. الآن راح نعرض مشكلة. مشكلتي هي كانت نفس مشكلة ثلاث بنات اللي عدوا، مشكلة إهمال أو ضعف الواجب ضعف الواجب البيتي. كانت عندي عدة مظاهر إنه الواجب البيتي كانت المدرسة تعطيه كمية كبيرة، يعني ممكن لو أنت أعطيت واجب اللغة العربية نسخ الدرس بالحركات زائد استخراج حروف المد، مش ضروري تعطيه في مادة الرياضيات كمان واجب كبير أو حل صفحة فلانية أو سؤال كبير، يعني تكون متناسق. بما إحنا معلم صف يعني نعطي كل المواد، إذا أنت أعطيتي في اللغة العربية واجب كتير فاختصري في الرياضيات، اختصري في العلوم. هذا أول إشي. أنا وكان مظهر تاني إنه طول الواجب البيتي، يعني مش ضروري إحنا كمان إنه نعطيه نسخ الدرس كامل، ممكن نعطيه جملة جملة أو فقرة فقرة، إنه يستخرج إشي معين، مش لازم كل المدود كمان. يعني الواقع إنه هذه النقطة إحنا بنحسها في البيوت، لما يكون الواجب البيتي ضخم إحنا بنكرهه قبل الطالب، إحنا بنكرهه قبل الطالب، لكن لو كان الواجب البيتي خفيف سهل جدا نتعامل معاه، وهذا اللي عملته زميلتكم. كمان عندنا كمان مظهر انه في بعض الطلاب بيحلوا نص الواجب ونص الثاني بطنشوه، مثلا بيكون مثلا عليهم حل سؤال مع النسخ، ممكن يحل السؤال وما ينسخش، يكون تعبان منه وتعبان مش قادر يحله فبسيبه. المشكلة والحل وسط، أنا عملت قائمة رصد الواجب البيتي لمدة أسبوع، كتبت أسماء الطالبات وكتبت السبت الأحد 2 3 4 5، أنا والمعلمة المضيفة، المعلمة المضيفة اللي عندي اسمها أحلام البتي، كانت كتير متعاونة معي، نفذته في مدرسة بيت حانون المشتركة جيم، كانت متعاملة معي، كانت أنا كل يوم إذا أنا جيت 2 وسبت أو إذا 4 كنا نروح على حسب الدوام اللي بيكون متوافق معنا مع الجامعة، كانت توافق معايا في رصد الواجب، قائمة رصد الواجب البيتي. مثلا عندي الطالبة الأولى عليا الشمباري كان اسمها، حلت الأولى في اليوم السبت حلت الواجب بنحط لها نجمة، حلت في اليوم التالي الأحد بنحط لها نجمة، بنعد آخر إشي كم نجمة موجود لعندها، كم نجمة موجود عندها بنعطيها جايز. هذا بالنسبة لرصد قائمة النشاط البيتي. كمان إشي إنه إنك تخصص درجة معينة لحل الواجب، مثلاً يا طلاب يا حلوين إن اللي بيحل الواجب لمدة أسبوع كامل في خط مرتب في كامل بدون نقص إله درجة في الامتحان، والطلاب صح صغار بس بيفهموا درجة الامتحان، بيفهم إنه تنقص درجة عليه أو تزيد درجة عليه، يعني إذا حب إنه بالآخر عليه درجة حيحل الواجب. بس أنا كانت عندي عقبة، إنه من العقبات اللي واجهتني إنه ضعف استجابة أولياء الأمور. كان عندي 5 طلاب اللي هم بينهم 3 طلاب ذكور وطالبتين أو 3 طالبات بنات. كان في نهاية بحثي يعني إنه 4 طلاب التزموا في حل الواجب، لكن في طالب واحد إنه في ضعف شديد في أولياء الأمور، في استجابة أولياء الأمور. كنت لما أبعت له مهملينه على الآخر، يعني على آخر درجة، لا بيجيب واجب ولا بيجيب كتاب ولا بيحل شيء، بس يعني نوعا ما صار يكتب في الصف. الإنجاز اللي وصلت له. نشكرك، شكرا. يعني تحتاج برضو تشجيع منكم.